أطلقت الهيئة العامة للموانئ والجمارك السعودية بالتنسيق مع لجنة التيسير حملة فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ السعودية بهدف جعل المملكة منصة لوجستية عالمية. وكشفت موانئ أنه نتيجة لتطبيق متطلبات فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ البحرية تم تقليص مدة بقاء الحاويات من 14 يوم إلى 4 أيام فقط، ما ساهم في اختصار مستندات الاستيراد من 12 مستند إلى مستندين، ومستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين، وغيرها الكثير.